احتشد العشرة من أبناء تايز إلى ساحة الحرية لأداء صلاة الجمعة. الجمعة التي دعا فيها خطيب ساحة الحرية ثوار تايز إلى استمرارية العمل الثوري للحفاظ على مكتسبات الثورة، وقال أنه لا يمكن القبول ببقايا النظام السابق وأن أفضل حل لهم المحاكمة العادلة، مذكرا الثوار أن في هذه الساحة كان أول شهيد في الثورة. ثورتي هدف وللثوار هدف، ولا يمكن أن يقف الثوار عن هدفهم إلا حينما يحققوه. هتاف الثوار أكد على وقوفهم إلى جانب الجيش الوطني والشرعية، كما ركز الهتاف على الشهداء مجددين العهد في المضي بطريقهم والفداء من أجل اليمن. وعقب الهتاف زف الثوار اثنين من شهداء المقاومة والجيش الوطني بأرواح ثورية وعيون باكية. أوتاد الجبهات أرواحهم وغيث الكرامة دماؤهم، سهروا حراسا أبطال وناموا شهداء أبرار، ووفاء من الثوار وقبلهم الشعب بأكمله. الانتصار للوطن من أذناب إيران وقطع حبائل المؤامرات على اليمن. عبد العزيز بحاني، يمن شباب، من ساحة الحرية بمحافظة تعز.